الشيخ فرج الله الشاذلي قد اعتذر واعترف بخطئه، فليس لي أن أعاقب على ما قاله الشيخ فرج الله في هذا الشأن، لأنه اعترف أنه أخطأ وعاد وثاب إلى رشده وتاب عما قام به وأعلن أنه مخالف لما هو عليه العمل على عهد رسول الله في الأذان، بحيث أن الأذان كان لا يزيد في عهد الرسول، وكان أمر بلال أن يؤذن لا يزيد عن 15 جملة المعروفة لدينا، ويزيد على ذلك في صلاة الفجر، صلاة خير من النوم، صلاة خير من النوم، ترديد مرتين. وعلينا أن نأخذ بهذا الأذان، لأنه اللي عليه العمل واللي عليه الإجماع. فالراجل قال أنني أخطأت، والراجل أوصر وكان في موقف حرج، فلما أحس بالحرج وكانت الضغوط عليه كبيرة أذن هذا الأذان، وأذنه من ورقة. والله قلت لستك بإجماع الآراء على أن احنا طبعا هو اعترف بذنبه، اعترف بذنبه وتاب إلى الله وأناب عما بطر منه، على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا، وتم إيقافه من النقابة لحين الرد من فضيلة الإمام الأكبر وفضيلة وزير الأوقاف، وهذا ما تعرض في اللجنة يعني، ونحن مستنين الرد بقى من فضيلة الإمام الأكبر وفضيلة وزير الأوقاف السيد الدكتور محمد مختار جمهور.